اهلا وسهلا يا ام الخير، والله العظيم منورانا. ده نورك يا حبيبتي، والله كاني قاعده ببيتي. ايه اخبار البلد على حسك يا ام الخير؟ حلوين، مش دخلونا الميه؟ لا يا شيخ والله. اه والله، والنايب حاجب لنا كمان الكهرباء، بس انا بقى مش مصدقاه. وحضرتك مش مصدقاه ليه يا طنط ام الخير؟ في واحده ست عجله في الدنيا صدق راجل، حتى لو كان عضو في مجلس الشعب. واضح انك متعقده من الرجاله، وهتعقدينا معاكي اكتر ما احنا متعقدين. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله على السلامه يا بيبي. الله يسلمك. ايه اخبار الشغل؟ ايه الشغل؟ تمام الحمد لله، كله تمام. ولا يا عادي، انت مش فاكرني يا ولا؟ مش واخد بالي، بس شكلك كده يعني اكيد من شجره العيله، بس من انه فرع بالظبط مش فاكر. دم الخير بنت عم خالك. يا سلام، بنت عم خالي، اذا كنت انا مش فاكر خالي اصلا هفتكر يعني. اهلا وسهلا. اقسى عليك يا عادي، مش فاكرني؟ ده انت ياما عملتها على حجر يا والي. هو انا عملتها على حجر كل الناس يا ماما؟ انت ما كنتيش بتلبسيني كفوله ولا ايه؟ بيبي مش عايز تتغدى؟ انا عامله لك النهارده باميه باللحمه بالنعناع. لا مش عايز اكل. ولحمه ايه؟ اللحمه دلوقتي الكيلو بتاعها ب 40 جنيه. طب وانت بقى، ما انت ايه، مش هتاكل ولا ايه؟ ماليش نفس، مش عايز اكل، انا حر. يعني ايه مش عايز تاكل؟ ما انت لسه راجع من الشغل ولازم تاكل. ايه اللي لازم اكل؟ هو تطعيم ولا اكل؟ انت في ايه يا عادل مالك؟ ها، في حاجه مضايقاك من الشغل؟ بالعكس بقى، الشغل زي الفل، وبعمل صفقات جامده جدا. انا الصفقات بترخ على دماغي زي المطر. يا سلام، الصفقات بترخ زي المطره؟ هي صفقات شتويه ولا ايه؟ اجيب لك شمسيه يا بيبي. بصي رانيا، لو سمحتي والنبي، انا مش فايق لهزار خالص، مش وقت هزار خالص. بركاتك يا ام الخير، يا مرحب يا مرحب يا مرحب. افهم من كده بقى ان حضرتك اتغديت بره؟ ولا بره ولا جوه، ومن النهارده مفيش حاجه اسمها اكل من بره خالص، ولا هي صرف وخلاص يعني. بصي انا مش فايق، انا هخش اقعد في اوضتي، مش هقعد معاكم هنا في الصاله. سلام. بركاتك يا ام الخير، يا مرحب يا مرحب. بس لو ترضى تدوق الباميه باللحمه بتاعتي هتاكل صوابعك وراها وهتروق على طول. انت عايزه تخلصي من صوابعي وخلاص؟ وبعدين لحمه ايه يعني؟ معقوله ناس كتيره جدا مش لاقيه تاكل لحمه، وحضرتك عايزه تاكلي لحمه كل يوم؟ بقى كده براحتك يا عادل. طبعا براحتي طبعا، امال براحه مين يعني؟ بس لو اعرف مالك. مالي هو فين مالي ده؟ ومع كده محدش فيكوا حاسس باي حاجه. طب ايدك بقى على 200 جنيه. ايه 200 جنيه حته واحده ليه؟ عشان سور المدرسه بتاع ياسمين. سور المدرسه هيبنوه من كل طالب يلموا منه 200 جنيه ليه؟ هيبنوا سور الصين العظيم ولا ايه؟ عشان العيال بتنط من على السور والمدرسه عايزه تصلحه. انا ما ادفعش 200 جنيه وفي النهايه العيال ينطوا تاني برضو من على السور. يا سلام، وانا اعمل انا ايه بقى واقول ايه لياسمين؟ ياسمين رانيا، انا عايزك تاخدي بالك من ياسمين الفتره اللي جايه دي، وتشوفي كل طلباتها. ليه؟ وانت رحت فين؟ انا ما روحتش، بس مش كل حاجه عليا، انت دورك كأم لازم تمارسيه، ولازم تشوفي ياسمين محتاجه ايه لو سمحت يا رانيا. يعني انت مش هجيب الفلوس؟ هو كل حاجه هات هات هات، مفيش مره تقولي لي خد ابدا. خد ادفع 150 جنيه وصل النور. وصل النور ب 150 جنيه ليه؟ ليه حرام عليكوا؟ الله، هو انا بلاقي الفلوس دي في الارض؟ معقوله؟ ما انتوا طبعا طول النهار وطول الليل عمالين بتتفرجوا على التلفزيون. يعني انت مش عايزنا نتفرج على التلفزيون؟ اتفرجوا على التلفزيون ساعه ساعتين، لكن مش اليوم كله قاعدين كمان قدام قناه الاسره اللي انا مش طايقها دي. يعني انت دلوقتي مش عايز تاكل الباميه باللحمه، وفي نفس الوقت مش هتدفع الفلوس، ومش عايزنا نتفرج على قناه الاسره، ها؟ انا اهم حاجه عندي دلوقتي في الفتره دي يا رانيا ان انت تخلي بالك من ياسمين وتشوفي كل طلباتها. يا حنين، وجاي على نفسك قوي كده ليه يا استاذ عادل؟ ايه، ما حدش عارف نصيبه فين يا رانيا. قلبي معاك يا دناي، مش قلت لك الرجاله ما لهمش امان؟ طب والحل ايه دلوقتي؟ كل حاجه وليها حل. أنا مش عارفة إيه اللي جراله، مش عارفة. ما هي دي يا حبيبتي مرحلة التحضير للجوازة الجديدة. ماشي أوكي، يعني أنا هعمل إيه دلوقتي؟ أنا هقول لك على خطة تنفذيها قبل التوبة ما تقع في المعطوبة. قولي بسرعة يا مامة الخير. أول هام تكبسي على نفسه في المصاريف، وده حقك.
اوكي طب واللي بعد كده؟ تاني هام تكبسي عليه في الروحه والجاي، رايح فين وجاي منين؟ مش سيبي له كده الحبل على الغارب. طب تفتكري حضرتك ده هيجيب نتيجه؟ طبعا. تالت هام تكبسي عليه في الشغل وتشوفيه موجود ولا مش موجود، ليه يعمل الشغل حجته. مش قادره اصدق نفسي، ما كانش كده. صدقيني نفذي اللي بقول لك عليه وهتدعيلي. اوكي اوكي ثانك يو يا مامت الخير، بجد حضرتك قلتي لي حاجات كانت غايبه عني. يلا قومي من دلوقتي نفذي اللي قلت لك عليه وربنا يهدي النفوس، احنا عملنا اللي علينا والباقي على الله. عندك حق يا مامت الخير، ما بقاش في وقت. ويانا يا انت يا عادل. هوا. ولا بتبوظ الشغل يا انا، بتبوظ الشغل، قاعد ولا على بالك يا حيوان. فين الشغل ده يا ابو شغل؟ فين الشغل يا دولا؟ انت مش قلت لي خلاص انك ان شاء الله هتفلس؟ هتفلس؟ انت فرحان فيا ان انا هفلس؟ ما طول ما انت شغال معايا هتهب بفلس. خد علق الشغل مكانه يلا. وبقى دولا بقى انت نسيت وقفتي جنبك يا دولا؟ ده انا نص مصانع 6 اكتوبر بيتشحتفوا عليا. اكيد عايزين حد يهزقوه طبعا. ما تروح لهم يا رمزي، روح لهم وسيبني يا ابني، سيبني اشوف اكل عيشي ده بدل ما تقف معايا يا رمزي وتسندني لغايه اما اقف على رجلي. ماشي يا دوله، تعال تعال اقف على رجلك يا دوله. يلا مش فايده هفلس، هفلس بس 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 بس. يا نهار ابيض، ولا غور من وشي، روح شوف شغلك، روح شوف شغلك. اوه بقى دوله بصراحه دوله انا مكسل بقى، ما انت عارف يا دوله ان انا اول مره اشتغل بلوشي كده يعني. انت هتذلني عشان هتشتغل عندي شويه ببلاش يعني؟ ولا روح هات لي كوبايه شاي يجري. طب ما توفر ثمنها يا عادل بدل الزنق. يلا 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 يلا. الو. ايوه يا معلمه دبشه، اخبارك ايه؟ بصي حضرتك انا بيتي اتخرب بسبب الفلوس دي. ايوه مع حضرتك لازم تلاقي حل يعني. لقيت حل بجد؟ والله ما عارف اقول لك ايه. طيب امتى مثلا؟ يعني هتكلميني تاني؟ خلاص هستنى تليفوني. مع السلامه. مع السلامه. ايه دولا مالك فرحان كده ليه يا عم؟ كف الله الشر. الحمد لله يا رمزي، المشكله ان شاء الله بتاعتي دي اتحلت. اتحلت ازاي يا دولا؟ قول. المعلمه دبشه لسه مكلماني دلوقتي وبتقول هتكلمني تاني عشان تحدد لي ميعاد ومكان تسليم الفلوس. ميعاد ومكان وانت اشتغلت في العصابه دولا ولا ايه؟ عصابه ايه لا يخرب بيتك؟ انت اي حاجه جاي فيها ياد الفلوس اللي ليا عند جوزها يالا هتسلمهاني. بس هي المشكله بقى مش عايزه اي حد يعرف عشان لو البوليس عرف ممكن يكبس عليها وياخد الفلوس دي يتحفظ عليها. طب بص يا دولا، ايه رايك بقى في الفكيره دي؟ يعني انت تاخد معاك قنبله عشان ما يكونش فخ ولا حاجه. قنبله؟ والله تصدق فكره برضه الواحد يفجر نفسه بدل ما يتحبس والعيال يتشبهوا. الو. يا معلمه. ها امتى الميعاد؟ دلوقتي حالا في الكافيه؟ لا طبعا اجي وانا اقدر اتاخر عليكي. مسافة السكة أكون عندك إن شاء الله. لا 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 عيب، ما حدش هيعرف الموضوع ده غير أنا وإنتي بس، ما تقلقيش. سلام سلام. هي مين دي اللي مش هتقدر تتأخر عليها يا عادل؟ موضوع هبقى أشرحه لك بعدين، يلا عشان مستعجل. سلام سلام. يعني إيه؟ رجلي على رجلك. لا كله إلا كده، ما ينفعش خالص، ما ينفعش. طبعًا ما ينفعش، لأن البي خايف يتكشف. أتكشف إيه وبتاع إيه؟ أنا مش فاضيلك. سلام سلام. يا عادل! أول مرة تقب يا قلبي وأول يوم استنى.